السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. والكانتي ديال غدا إن شاء الله نتكلموا عليه عاوتاني، إن شاء الله ما يكون الخير. يجي واحد النهار ديال الأوردر. المهم الخوت، غدا كاين فونتين بلو، فونتين بلو فلا ديستونس كاين 1100 متر، الريفيرونس بليس 19، 50,000 أورو، 1100 متر، 16 عود. غدا هونديكاب ديفيزي، تيران صعيب بزاف، ممكن يدخلوا بزاف ديال الخيل اللي فوطو في الفينيش. المهم حنا غادي نتكلمو على الكانتي ديال غدا. الكانتي ديال غدا خوتي، غنهضرو على اللي يشوفو اللي مرشحة. أول عود هو 10، هاد 10 مرشح بزاف، دار دوزيام مع الناف تيران. الناف كان دار غانيو، ولكن 10 غادي مرشح على الناف. علاش؟ كاين واحد الفرق ديال البوا باش مشاو، زائد جوكر على 10، جوكر بير شارلي بودو مزيان. العود الثاني يا خوتي هو 11، هاد 11 هذا الكانطيات ديالو كاع مزيانين، لونترينور مزيان، كور دا جوج مزيانه، يعني كنظن انه من ثلاثة الاولين هاد 11، والعوده الوحيده اللي تقدر تنافسهم هي 11. بالنسبه للعودة الثالث يا الخوت، كاين الان هاد الان 62.5 كيلو، 4 اون، كور دا 7، ممكن غادي ينافس على المراكز الثلاثه الاوائل. هاد الان هو العود ديال لاباز مع الديس ومع الأونس، وتيبقى هو الخوت بور لا كاتريام بلاس أو سانكيام بلاس. كاينين ربعة ديال الخيول، كاين الكات ستيفان باسكي، كور دا تروا، كين جروب تا هو جاري في التيران، وتنظن أنه غادي يتحسن هاد العود في غدا إن شاء الله، يقدر يجي من الخمس الاوائل. العود اللي بقى لينا الخامس هو توكار ديال الكورسا، توكار وغادي نتكلموا عليه، هو الرقم 15. الرقم 15 الخوت، هاد العود هذا خرج في شي 4 الكورسات في التيران، اولا 5 اولا 5 الخطرات تيخرج تيجري في التيران، ديما ما بين لاكان ولا بلاص، يعني هاد العود ما تيخسرش في التيران. 1100 1200 تيجي، يعني وجاري مع شي خيل، جاري مع الطريز، جاري مع الكاتورز، جاري مع بزاف ديال الخيول، جاري مع الخمسة، جاري مع الربعة، جاري مع التروا ورابحهم، جاري مع الناف، جاري تم مع الناف ورابحهم. يعني ممكن هو العود ديال المفاجأة غدا هو هاد 15 هذا. وحنا غادي ندخلو نشوفوه قبل ما نزيدو العود، هذا هو 15، خاسر في سان كلود آخر كورسا كما كتشوفو هنا. فونتين بلو هادي ريكلامي، جا فيها غانيو ومشى معاهم في الريكلامي، وعندو لي كانطيات، عندو لي كانطيات، وعندو فونتين بلو الثانية. فونتين بلو هي هادي تيران لورد، دوزيام في 35، دوزيام في 35 كان ديال كارلوس لافون بارياس، ويرتماير إفرير هو مول العود كما كتشوفو، 57 كيلو، كيو دار دوزيام، وكانت بردة معاه الكاتورز، الكاتورز كانت بردة معاه. يعني هاد العود هذا راه يقدر يكون المفاجأة ديال غدا. شوفو عاوتاني الكورسة ديال الريكلامي في التيران 1200، هي هادي كنضرب فيها غانيو 55 كيلو في البوا، في كور دا ان كنجرى معاه طريز وجرى معاه الكاتورز، كنضرب غانيو كما كتشوفو، راه هو هذا، هو هذا العود. هاهو غادي يجي هنايا اليمن، كيجي غانيو ويركب عليه اي ابرونتي، ماشي شي جوكير بروفيسيونيل. المهم الخوت، هضرنا على الكنز، قلنا راه هذا هو
عنده واحد النسبه ديال 70% يقدر يجي. تيبقى لينا جوج ديال الخيول من مور دوك الخمسه ديال الخيل، واحد فيهم خصو يجي اوبليغاتوار، واحد فيهم خصو يجي. عندك هو السبعه والتسعود، ونسبق السبعه على التسعود. علاش السبعه صح من التسعود واخا عنده غانيو في التيران، ولكن تيبقى السبعه. هاد العود هذا حتى هو عنده واحد الكاريير مزيان، عود ديال الحمد لله المكتوم في البدايات ديالو، عود صحيح جاري مع الناف في التيران. الناف كان دار نوب بلاسي والسبعة دار غانيو. المهم ربما يكون واخا الكوردة عنده السبعة، واخا عنده الكوردة شوية صعيبة، ممكن يفاجئهم. هادشي اللي كاين الخوت. نعاودو البرونوستيك، قلنا الديس وقلنا الاه وقلنا الكات وقلنا الاونز وقلنا الكنز، قلنا الديس وقلنا الاه والاونز والكات وقلنا الكنز. وتبقى بين احتمالين، بين قوسين السات او الناف. من احسن السات، غادي نوليو برونوستيك في السات ديال الخيل. قلنا 10 ان كات 15 اونز 7 بين قوسين رقم 9. هادشي اللي كاين الخوت، وتنتمنى لكم التوفيق.